أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتحدث اليوم عن الجانب السلبي في البقوليات وأضرارها وطرق التخلص من هذه الأضرار لتكون حقيقة غذاء مفيد وصحي. فمن المعروف أن البقوليات ذات قيمة غذائية عالية نتيجة محتواها من البروتينات والألياف وغيرها من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، إلا أن هذه البقوليات تحتوي على الكثير مما يسمى مضادات التغذية أو ما يطلق عليها أحياناً السموم الطبيعية، حيث تحتوي البقوليات على مواد مثبطة للإنزيمات الهاضمة والتي تعمل على تثبيط الإنزيمات المحللة للبروتينات، وبالتالي عدم الاستفادة من هذه البروتينات بما فيها بروتينات البقوليات نفسها. ليس هذا فقط، فهذه المواد قد تؤدي إلى تضخم البنكرياس ونقص النمو ونقص امتصاص الأحماض الأمينية. أيضاً تحتوي البقوليات على ما يسمى الهيموجلوتينات وبتركيزات عالية. هذه الهيموجلوتينات تسبب أضرار للكلى والكبد وتعمل على تجميع كريات الدم الحمراء وحدوث التهابات معوية. وكذلك تحتوي البقوليات على ما يسمى اللاثروجينات التي تعتبر مواد سامة للجهاز العصبي، وكذلك تحتوي البقوليات على ما يسمى الأحماض الأمينية السامة. الأحماض الأمينية السامة هي مجموعة من الأحماض الأمينية الحرة التي تتواجد في العديد من النباتات بما فيها البقوليات، وهي تؤدي إلى تأثيرات عصبية وشلل العضلات وتشوهات في بناء العظام وتثبيط تكوين الأحماض الأمينية البروتينية. لا يتوقف الأمر على ذلك، فالبقوليات تحتوي على حامض الفيتيك الذي يرتبط بالحديد والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، مما يجعل هذه العناصر غير قابلة للامتصاص. قد نستغرب ما يتواجد في البقوليات من أضرار، وهي حقيقة، وتظهر هذه الأضرار خاصة عند تناول البقوليات النيئة وعدم طبخها بالشكل الصحيح مع الإكثار من تناولها بنفس الوقت. للتخلص من كل هذه الأضرار السابقة يجب نقع البقوليات بالماء ثم الطهي على درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة ربع ساعة، ثم استبعاد ماء الطهي، وتعاد إضافة الماء أو نقع البقوليات بالماء لمدة ليلة كاملة على الأقل. في بعض المراجع تنقع البقوليات على الأقل 48 ساعة للتخلص الكامل مما يسمى مضادات التغذية في البقوليات. أخيراً أرجو دوام الصحة للجميع ودمتم بخير.